حتم العلوم الطبية. شباب 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 هدوء نهدأ. يعني احنا اوكي هو الموضوع معقد وشائك وبيه اختلاف آراء، بس خلنا ناخذ رأي كل واحد على حده. هل أخطأ صدام باحتلال الكويت؟ أيمن أنت شنو تقول؟ إيه أخطأ. آدم أنت شنو تقول؟ I think هو من حسب وجهة نظر أو the point of view بالإنجليزي أو the POV من الميمز. أيوب أنت شنو رأيك زين؟ لا ما أخطأ. ليش تشوفه ما أخطأ؟ يعني ختاما لهذا البودكاست والحلقة اعطينا رأيك واختم الحلقة تبعت. خلف الله على قلبي ما يخلني. اشتركوا بقناتي موجودة على الوصف. اوكي اكو موضوع يصير كل فترة لما يصير اي شيء او اي جدل ولو بسيط بين العراق والكويت، تبدي تطلع تهجمات ساخرة او تهكمات من الطرفين طبعا، ولكن اللي يطلع من الطرف العراقي غالبا تكون اشياء مثل اخ خالي جيناكم بالباصات، عمي اليوم الرهيق الويلاد بالكويت، محافظتنا 19 عمي، عمان بس اريد تفهموني وانا في دولة واجهيتها 50 متر والنزال 70 متر وغيرها على هذا السياق اللي هو من الواضح انه قاعد يشير الى الاحتلال العراقي للكويت اللي صار بالتسعينات. فالسلام على جدة اليوتيوب، بس ما اعتبر نفسي يوتيوبر، واليوم خلونا او انا اريد احكي عن هذا الموضوع من ثلاث نواحي. هل الكويت كانت او هل هي اصلا فعلا تابعه للعراق؟ هل هي محافظه عراقيه؟ الناحيه الثانيه هي هل اخطا صدام باحتلال الكويت؟ واخيرا اكو كلام بقلبي اريد احكي عن هذا موضوع التهكمات والتهجمات الساخره. ايضا شيء اخر قبل ما نبدا بالفيديو، اريد اوضح انه مصدري بالمعلومات التاريخيه بهذا الفيديو هو فيديو ليوتيوبر اسمه عمرو هريدي، هو مسوي فيديو عن هذا الموضوع ومعتمد على مصادر هواي، فالمعلومات راح تكون على ذمته وذمه المصادر اللي هو ذاكرها، لان يعني انا مو دحيح ما عندي فريق كتابه وبحث، مو مال اسوي ريسيرش عن هيك موضوع وحدي. انطينا انترو. نجي لأول شغلة، هل كانت فعلا الكويت تابعة أو محافظة عراقية؟ أوكي هنا راح نحتاج أنه نغير المكان شوية ونقعد، وحاولوا تسترخون وتجيبون كلاس شاي. ها؟ كلاس شاي؟ ها؟ قهوة؟ إيش دا أحكي؟ المهم الموضوع شوية طويل لكن راح أحاول أختصره قد ما أقدر. يلا. 1534 الدولة العثمانية كانت بعزها، كانت مسيطرة على أغلب الوطن العربي ومن ضمنه العراق، وبذاك الوقت الرقعة الجغرافية اللي حاليا تقوم عليها الكويت كانت عبارة عن صحراء، وعن كانت ببعض الخرائط تطلع انه هي تابعة للدولة العثمانية وبعض الخرائط تطلع انه هي ما تابعة لها، بس هي ما كان بيها كلش حياة، هي كانت عبارة عن صحراء. بعدين تقوم حروب بين بني خالد اللي كانوا بالأحساء والدولة العثمانية، وتنتهي الحروب بانتصار واستحواذ بني خالد على أرض الكويت والأحساء وقطر والبحرين، ويسموها إمارة بني خالد أو إمارة بنو خالد بسنة 1669. وبعدين يجي فد أمير من دولة إمارة بنو خالد يبني مخزن ما السلاح بالصحراء اللي حاليا هي عليها الكويت، وكان اسم هذا المخزن هو الكوت، لكن بعدين مرور الوقت ينهدم هذا المخزن أو الكوت ويعاد بناءه بشكل أصغر فيسموه الكويت، مصغر الكوت، ومنا إجا اسم دولة الكويت. هاي هسه احنا هنا انه بس اكو إمارة بنو خالد على أرض الإحساء والكويت وقطر والبحرين، وبس حطوا مخزن ما السلاح بصحراء الكويت اللي سموه الكويت هذا المخزن. وبعدين تصير شوية أحداث ويروحون العتوب اللي من ضمنهم آل صباح ويعيشون بالكويت ويحاولون يستقلون بيها ويبدون حياة ويأسسون مجتمع ويكونون متابعين لا للدولة العثمانية ولا لإمارة بنو خالد اللي تحتلها بعدين السعودية. فإحنا هنا بهاي النقطة تأسست الكويت على يد آل صباح وهي غير تابعة لا للدولة العثمانية ولا لإمارة بنو خالد اللي اندثرت بعد ما احتلتها السعودية. ولكن
بسنة 1870 يعلن أمير الكويت ولائه للدولة العثمانية، ويتم تعيينه كقائم مقام على قضاء الكويت اللي حيكون تابع لولاية البصرة للعراق وللدولة العثمانية. وهنا هي هاي النقطة اللي حتخلي العراق بعدين يبقى يطالب بالكويت كجزء من عنده، انه هي بهاي النقطة صارت قضاء تابع للبصرة. المهم بعد هذا الانضمام الكويت تساعد الدولة العثمانية على مود يحتلون البحرين وقطر والإحساء ويصيرون كلهم تابعين لولاية البصرة، بس الولاد ما راحوا تريقوا بهم كلهم. وبعدين بسنة 1899 يجي مبارك آل صباح ويصير أمير الكويت، ويطلب من بريطانيا أنه تحميه وتكون الكويت محمية بريطانية، تكون تابعة لبريطانيا بس حتى يحمي نفسه من الدولة العثمانية، لأنه بهذا الوقت الدولة العثمانية بدأت تضعف. مما يخلي الدولة العثمانية نفسها سنة 1913 تتفق ويا بريطانيا على أنه الكويت هي محمية تابعة لهم، ولكن اسميا هي تحت سيادة الدولة العثمانية. فهنا الكويت صارت محمية بريطانية تابعة لبريطانيا، مستقلة عن العراق والدولة العثمانية عمليا، ولكن اسميا هي تحت سيادة الدولة العثمانية، ودينيا ايضا تابعة للدولة العثمانية لان كانت هي تمثل الخلافة مال المسلمين ذاك الوقت. وبعدين تجي الحرب العالمية الاولى وتخلص سنة 1918، وتحتل بريطانيا العراق والكويت، وتتأسس المملكة العراقية بقيادة الملك فيصل الاول سنة 1921. وبهذا الوقت الكويت ما كانت هاي الكويت نانا وحدها، ما كانت تابعة للعراق. وبعدين بال 1932 العراق يستقل عن بريطانيا، ولكن تبقى الكويت محمية بريطانية وتابعة إلها. ويتم بنفس السنة ترسيم حدود رسمية لدولة الكويت واللي حتبقى محمية بريطانية تابعة لبريطانيا لحد سنة 1961، لما بريطانيا تطلع من الكويت ويتم إعلان دولة الكويت رسميا كدولة مستقلة وتنضم للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية. تقريبا هاي كانت قصة العراق والكويت. وكملخص أخير، الكويت بوقت الدولة العثمانية كانت عبارة عن صحراء، بعدين هاي الصحراء تصير تابعة لإمارة بنو خالد، بعدين يجون آل صباح ويأسسون دولة الكويت بيها، بعدين تصير تابعة للدولة العثمانية ولولاية البصرة، بعدين تجي بريطانيا تلتزم حمايتها وترسم حدود إلها إلى أن تطلع منها وتصير الكويت دولة مستقلة وحدها. وبس هذا مختصر، كلش 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 مختصر. إذا يعني تريد تعرف القصة بكامل تفاصيلها حاط لك فيديو بالوصف تقدر تشوفه. وأخيرا رجعنا هنا، وهسه نجي لسؤال، هل أخطأ صدام حسين باحتلال الكويت؟ ليش أضحك من أقول هذا السؤال؟ ما أعرف، أتذكر هذا الميم. المهم قبل ما نجاوب هذا السؤال لازم نعرف انه قبل صدام عبد الكريم قاسم همين كان يريد يحتل الكويت. لا ذلكم الجزء من أرض الوطن وهم الكويت، أهل الكويت. بقي الإنجليز يتعسفون في أرض الكويت لمصالحهم الخاصة. وقبل الملك غازي الأول هم أنا كان يريد يحتلها، بس ليش؟ لسببين. السبب الأول هو لتوسيع الساحل المطل على الخليج العربي للعراق، وهذا الشيء يعني راح يفيد الاقتصاد. والسبب الثاني هو أنه الكويت طلع بها هواية، كلش هواية نفط، والنفط يعني فلوس، وفلوس تجيب لنا عروس. فهن ذني السببين اللي كانن مخليات العراق طامع ويرغب في احتلال أو ضم الكويت إلى العراق كمحافظة رقم 19. زين أبو حسين، هسه ما جاوبتنا، هل أخطأ صدام باحتلال الكويت؟ إيه نعم أخطأ، أنا أقول لك أخطأ. بعيداً هذا مشهد القمامة الساخر، نعم أخطأ. وما أعتقد أصلاً أن هذا موضوع أكو ناس ممكن يناقشون به أنه هل أخطأ لو لا، أو يمكن أكو. وهذا يأخذنا للفقرة الأخيرة، وهو كلام بقلبي أريد أحكي عن هذا موضوع الكويت والعراق، واحتليناكم وجناكم بالباصات وهاي السوالف. راح أحاول أكون إش قد ما أقدر حذر بكلامي وأقول إحنا كعراقيين كثقافة عراقية كشيء نتطبع به من الطفولة وللكبر هو القصة العظيمة للإمام الحسين عليه السلام وواقعة الطف، ولأهم رسالة بيها هو رفض الظلم
والوقوف بوجه الظلم في سبيل الحق. أهم درس ممكن نستقي من عدها هو رفض الظلم. من شجع الظلم من أوقف ويا الظالم. فشلون أكو ناس تتفاخر وتشجع وتستهزئ وتتحكم على ظلم على شيء سواه شخص ظالم اللي هو الاحتلال. أوكي نقطة التحكم كوميديا، كوميديا has no limits. أنا ويا النقطة الكوميديا ما لها حدود، ولكن لما يكبر هذا الشيء إلى حقد وكره وتفاخر بظلم سواء رئيس سابق لدولتك على ناس بسطاء وتمثل لهم فترة سودة بحياتهم وحتى بحياتنا إحنا العراقيين بسبب الحصار اللي صار وراه، وممكن بهاي شماتك واستهزائك وتفاخرك بالظلم تؤدي إلى شحن وتوليد غضب وكراهية بين شعبياً وناس طبيعيين ما كان لهم علاقة بالسالفة. أجيال صغيرة أصلاً ما كانوا موجودين بذاك الحدث. فهل هذا الشيء صحيح؟ ما أعتقد صحيح. ويعني هذا الشيء مو بس على العراقيين، الطرفين الكويتيين والعراقيين مرات ذولا يستفزون ذولا، مرات ذولا يستفزون ذولا، ولكن المحصلة أنه تولد كراهية على شيء ماضي كلش ونقطة سودة بالتاريخ بين هاي الدولتين. ويعني أنا سويت هذا الفيديو كله وحكيت كل هذا الحكي بس على مود أوصل لهاي النقطة. خلونا لا نتفاخر بظلم ولا نتشمت بناس بسطاء انظلموا. هذا الخلاصة اللي أريد أقوله بهذا الفيديو. وبس هو هذا كان الفيديو. خلونا نحاول نكون حبابين بالتعليقات وننام من وقت حتى تصيروا حبابين ونجيب لكم ألعاب وهدايا حلوة. لا صدق أتمنى أنه يعني نحكي عن الموضوع بطريقة لطيفة ومحترمة نتناقشه بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، وشكرا شكرا جزيلا. مش مختلفين احنا الاثنين، بنعرف قديش الناس اللي حولنا شايفين، قديش احنا بعاد وقديش هالفوارق اللي بيننا خلتنا ضيعين. فقرة هسه صدق انتهى. مبدئيا تحية حب واحترام إلى جميع المتابعين، خجلتوني على الفيديو السابق، جاب والله خوش مشاهدات، التعليقات كلها حلوة، لايكات جميلة، عجبكم الفيديو، شكرا جزيلا والله فرحتوني، إن شاء الله أنتم تكونون فرحانين وسعيدين. إن شاء الله نحاول نستمر على هالوتيرة فيديو كل أسبوع، مو شيء أوفيشل، ما راح أقول لك شيء رسمي إنه كل يوم أحد راح يكون لكم فيديو، بس أحاول أسوي هذا الشيء قد ما أقدر، لأنه يا أخي فيديوهات اليوتيوب وتعليقات اليوتيوب متعة من نوع آخر. أنا صار لي فترة حاولت أسوي ريلز على الانستغرام، جابت مشاهدات، زادت الفولورز مالتي كلش، تعليقات بالهبل، بس تبقى تحسك شيء ناقص، تبقى تحس ما تستحق هاي الطشة، وبس ضربة حظ فكرة الريلز والتيك توك وهاي الشورتس، إنه هل أقدر أجذبك من أول ثلاث ثواني ما أدري إيش قدها مال الاتنشن سبان وتكمل وياي؟ يعني ذا الشيء ما تحس مو كلش تفتخر بيه من تسويه، مو مثل فيديو اليوتيوب تقعد هيك تسوي على راح ارتاحت لكم زايد وهاي قاعد أحكي هسه صدق انتهت. خدري جاي خدري خدري جاي خدري عيوني المن أخدر make some tea for me make some tea for me darling to whom I'll make darling to whom I'll make. أي صدق 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 انتهى.